وتفقد الطير فقال ما لي لا بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو على ما سمع حضرتكم ذلكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرب والعالم الإسلامي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن
مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قالوا ما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم Oh.
هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب الله قريب إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم هاي كذا أخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة طلع علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرب والعالم الإسلامي وقارئ مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة الإذاعة الهندسية أنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج سيد غريب المقيمين بمشتهر